فكنت عم بحكي انه الاتومايزر احنا بنستخدمه تو كرييت بوبوليشن اوف فري انالايت من العينه، عشان العنصر او الفلز اللي احنا عم بنحلل فيه يكون فلز فري، ما يكون معاه اي امبيوريتي نهائيا. والسورس اوف انرجي فور ان اتوم برودكشن ات از يوجوالي عاده بتكون حراره، مشان هيك حكيت بدي هيت، بدي مصدر للحراره. موست كومنلي ان انواع مختلفه من الاتومايزر اللي ممكن نستخدمهم، ممكن نستخدم اير مع اسيتايلين هذا النوع الاول، او ممكن الاتومايزر يكون عباره عن نيتروس اوكسايد مع اسيتايلين فليم. اي واحد منهم بيعطيني اتومايزر بجود كاركتر، بيكون بخصائص جيده. عاده السامبل از انتروديوست على شكل ايروسول، على شكل كيف البخاخ، عشان العينه مباشره تتعرض للفليم، تتعرض لمصدر الحراره وتبلش تمتص كمية عالية من الانرجي. And the burner is aligned، بتبلش عملية البرن، بتبلش عملية حرق العينة. Aligned in optical path so that the light beam passes through the flame. الضوء اللي بده يطلع من مصدر من مصدر الضوء بده يمر بالعينة وهي موجودة بالفليم، ويخترق هاي العينة ويخترق الفليم ويوصل للمنشور او يوصل للمونوكروماتور. الضوء اللي طلع من مصدر الضوء ومر بالعينة والعينة هي موجودة بالفليم بده يمر على إشي منسميه منشور أو منسميه مونوكروماتور. مونوكروماتور هو موجود to isolate specific analytical wavelength of light، عشان يفلتر، لأنه أكيد رايح يكون في أطوال موجية خارجة من ضمن الطيف اللي إحنا عم بنحلل فيه. Chosen based upon the spectrum، يعني بفلتر الأطوال الموجية اللي ما بدنا إياهم. ببلش يعطيني الأتوميك أبزوربشن على شكل هذا الشكل. على الإكس أكسس عندي يا عبارة عن الويف لينث بوحدة النانومتر، وعلى الواي أكسس موجود عندي يا الأبزوربنس، مقدار الطاقة اللي امتصتها العينة. كلما كان مقدار الطاقة اللي امتصتها العينة أكبر بيعطيني مقدار أبزوربنس أعلى. فبحكي إنه العينة هاي أكبر مقدار امتصاص إلها صار على الطول الموجي اللي مقداره 600 نانومتر، فبحكي إنه لهذا المثل 600 نانومتر هو يعتبر اللمدا ماكس، لأنه صارت عنده ماكسيمم أبزوربشن كاباسيتي، أكبر طاقة امتصاص. الجزء الأخير هو عبارة عن الديتكتر أو اللايت سنسيتيف ديتكتر، هو عبارة عن اللاقط اللي بده يلتقط كل الإشعاعات اللي طلعت من العينة. اللايت سنسيتيف ديتكتر هو عبارة عن فوتو مولتبلاير تيوب، مباشرة يتم التقاط العينة وبتبلش العينة تعطيني هاي الكيرفات أو هاي الكولومز اللي موجودة على هاي الأطوال الموجية. هاي العينة أقل امتصاص صار تقريباً عند الطول الموجي اللي مقداره أقل امتصاص صار تقريبا عند الطول الموجي اللي مقداره خليني أحكي مثلا 290 أو 280، وأعلى عملية امتصاص صارت عند الطول الموجي اللي مقداره 600 نانومتر. فبقدر أتعامل مع 600 نانومتر إنها هي عبارة عن اللمدا ماكس لهاي العينة. كيف بعمل الإيفاليويشن والكاليبريشن كيرف؟ عن طريق إنه أنا قبل ما أحلل عينتي، هلأ عينتي بتكون نون ماتيريال، أنا بعرف إنها مثلاً هاي عينة كافيين أو عينة أسيتيل سلسليك أسيد أو شو ما كانت، بعرف شو نوع العينة لكن ما بعرف شو تركيزها. مشان هيك لازم أول إشي أصفر الجهاز أو أصفر software system على standard solution. standard solution أنا من عندي من المختبر، سوليوشن جاهز بيور يحتوي على نفس المادة اللي بدي أحللها ومعروف تركيزها، بدخلها على الجهاز وذن من العينة اللي معروف تركيزها ومعروف نوعها ومعروف كل شيء فيها بستخدمها to create the calibration curve. Then the concentration of the unknown material will be figured out من الكيرف according to absorbance value measured by the instrument. بتصفي نسبة وتناسب، بصير الجهاز يعمل نسبة وتناسب ما بين العينة وما بين مقدار الرفرنس اللي موجود بهاي العينة، يعني لأنه أنا مصفر العينة على مادة ستاندرد ومعروفة
بعديها بدخل العين اللي غير معروف تركيزها، العين اللي أنا مش عارفة شو تركيزها، في هاي الحالة بقدر أعرف شو التركيز بناء على النسبة والتناسب اللي موجودة ما بين العينتين. واضحة الأفكار؟ في أي استفسار لهون يا شباب؟